رح نعمل طبق بيض مختلف، طبق البيض المخفوق مع اللحم النباتي. المكونات: حليب، جبنة صلبة، بيض، لحم نباتي، زيت، ملح، طماطم كرزية، وبصل أخضر. طبقنا اليوم نباتي بامتياز. رح نبدأ تحضيره بتقطيع البصل الأخضر. منقطعه قطع صغيرة كتير. ومنقطع البندورة الكرزية أنصاف. هلأ بدنا نبشر الجبنة، أي نوع متوفر عندكم ممكن بشره. منجيب قطع اللحم النباتي ومنحطها في زبدية، ومنصب عليها مية دافية ومنتركها شوي. اللحوم النباتية بتم تصنيعها من فول الصويا أو من القمح بطريقة معينة، ونكهتها بتشبه اللحوم الطبيعية. هلأ منكسر البيض في وعاء عميق. ومنخفق البيض بالشوكة. منضيف الحليب ورشة من الملح ومنرجع نخفق. منرش الملح على قطع اللحم النباتي بعد ما صفيناها من المي، ومنضيف عليها رشة زيت زيتون ومنقلبها. منقلي قطع اللحم النباتي في مقلاية، ومنضل نقلبهم حتى ما ينحرقوا. منصب زيت في مقلاية تانية. ومنصب فيها مخفوق البيض والحليب ومنحركهم. منضيف البصل الأخضر والبندورة الكرزية ومنقلبهم لحتى يجمد البيض. منضيف قطع اللحم النباتي والجبنة المبشورة ومنحرك المكونات كلها مع بعض. منسكب وصفتنا في طبق التقديم. ومنزينه بالطريقة اللي منحبها. هاي الوصفة للنباتيين، بس فيكم تعملوها بقطع دجاج أو قطع لحمة عادية، بس بتبطل نباتية. وألف صحة وهنا. فطائرنا اللي رح نعملها حلوة، فطائر محلى بجبنة القريش والفواكه. المكونات: بيض، برتقال، عصير وبشر، قرفة، كركم، سكر مطحون، قشطة، جبنة ريكوتا، طحين،
ملح، سكر خشن، حليب، نعناع، توت وزيت. نبدأ بعمل الفطائر. منحط الطحين في وعاء عميق، منضيف عليه الملح والسكر ومنكسر فوقهم البيض. ومنحرك شوي شوي. بعدين منضيف جزء من الحليب ومنحرك. هلأ منكمل بقية مقدار الحليب ومنحرك بسرعة لحتى ينعم الخليط وما يضل فيه إشي متكتل. وآخر شي منضيف الزيت ومنحرك. منصب جزء من الخليط في مقلاة ساخنة ما بلزق فيها الأكل. ومنقلب على الوجه الثاني بس يتحمر الوجه الأول. ومنكرر العملية لحتى يخلص كل الخليط. مناخد قشرة رفيعة من حبة البرتقال ومنقطعها شرايح رفيعة كتير. منعصر حبة البرتقال منحط جبنة الريكوتا في زبدية ومننزل عليها السكر المطحون والقرفة وشوية من القشطة ومنحرك المكونات مع بعض. في زبدية صغيرة منحط بقية مقدار القشطة وحبات التوت والسكر الخشن ومنحركهم ومنضغط على حبات التوت لينزل شوية من عصيرها. هلأ منصب عصير البرتقال في وعاء على النار ومنضيف عليه السكر ومنحركه ومنتركه يغلي. منضيف قشر البرتقال والكركم وأوراق النعناع ومنحرك ومنتركه على النار لحتى يتكاتف. منحشي الفطائر اللي عملناها بجبنة الريكوتا ومنلفها وبحيث تكون الجوانب مسكرة. منحطها على صينية الخبز فوق ورق الزبدة. هلأ منكسر بيضة ومنفصل الصفار عن البياض. ندهن الفطائر بصفار البيض ومنخبزها بالفرن. لما تطلع الفطائر من الفرن منقطعها من النص، والأفضل نستنى عليها شوي قبل التقطيع حتى تتماسك الجبنة. هلأ منوزع صلصة التوت في صحن التقديم ومنرتب فوقها قطع الفطائر. منصب فوقها عسل البرتقال اللي جهزناه ومنزين بأوراق النعناع ومنرشها بالسكر المطحون. تحلاية كتير لذيذة وخفيفة وبالهنا والشفاء. تحلايتنا هلأ لفائف كتير لذيذة وهي لفائف الموز والمانجا. المكونات مانجا، ليمون، موز، نعنع، توت، بيض، عجينة رقائق، جوز عين جمل، فانيلا سائلة، سكر وزيت.
رح نبدأ وصفتنا ونبدأ بتقطيع المانجا. بناخد جزء من الحبة ومن قشره. بنقطعه مكعبات. بنقطع الموزة من الطرفين وبنقطعها من النص بشكل طولي ومنقشرها. ومنقطعها. مناخد جزء من قشرة الليمون ومنفرمه فرمة ناعمة كتير. منفرم جوز عين الجمل، وبالمناسبة الجوز مفيد كتير ومن الجيد إدخاله بالوصفات ليستفيدوا منه الأطفال والكبار كمان. منكسر البيض ومنفصل الصفار عن البياض. منخفق البياض بالخفاق الكهربائي ومنضيف السكر ومنكمل خفق ليوصل للقوام الكريمي. منحط قطع الموز في وعاء عميق ومننزل عليه بشر الليمون وعصير الليمون كمان وقطع المانجا والفانيلا سائلة والسكر ومنحركهم. منقطع فوقهم أوراق النعناع ومنحرك. منحط الجوز المفروم فوق بياض البيض المخفوق ومنحرك بحذر لحتى ما يطلع الهواء من بياض البيض. منجيب العجينة المورقة اللي منسميها عجينة الكولاج. منقطع الرقاقة من النص ومنحشي كل نص بكريمة بياض البيض والجوز ومندهن الأطراف بصفار البيض. منوزع الفواكه فوق الكريمة ومنلف العجينة بشكل أسطواني ومنسكرها من الجنب. هلأ منحط اللفائف على صينية الخبز ومنرشها بالزيت ومندهن الزيت منيح عليهم. بدنا نحطها في الفرن ونخبزها نص خبزة. منرجع ندهن اللفائف بصفار البيض ومنخبزها. لما نطلعها منتركها شوية لترتاح. ومنقطعها. هلأ منرتب القطع في صحن التقديم ومنرشها بالسكر المطحون ومنزينها بأوراق النعناع وكمان بحبات التوت أو أي فاكهة تانية. تحلاي كتير خفيفة ومغذية. وألف صحة وهنا. شو رأيكم نعمل شطائر؟ خلينا نعمل شطائر البيض بالنقانق والجبن. المكونات: نقانق، بيض، فلفل حار، ملح، بابريكا، أوريغانو، فلفل أسود.
جبنة شيدر مبشورة، زبدة، خبز برجر وبصل، زيت زيتون وحليب. وصفتنا لليوم بسيطة وسهلة. منبداها بدق البهارات مع الملح بالهاون لحتى ينعموا منيح. تمام. منجيب خبز البرجر ومنقطعه من النص إذا ما كان مقطوع. منشيل اللب من النص ومنرشه برشة من الملح والبهارات وشوية زيت زيتون. منحط قطع الخبز على صينية الخبز ومنحمرها. منكسر البيض في زبدية. ومنخفقه بالشوكة. منضيف رشة من الملح أثناء الخفق. منفرم البصل الأبيض فرم ناعمة. هلأ بدنا نقطع الفلفل الأحمر الحار. منشيل البذور ومنقطع الجزء الخارجي قطع صغيرة. طبعاً الفلفل الحار كميته بيحددها حبكم للأكل الحار. منقطع النقانق شرايح طويلة ورفيعة كتير. نبشر جبنة التشيدر بمبشرة ناعمة. منضيف شوية من الحليب فوق البيض المخفوق ومننزل عليهم جبنة التشيدر المبشورة ومنحركهم مع بعض. منحط قطعة زبدة في القلاية وبس تدوب بننزل عليها البصل ومنقلب. بس يدبل البصل شوي مننزل عليه الفلفل الحار ومنقلب ومننزل عليهم شرايح النقانق ومنقلبها شوي. هلأ منوزع شرايح النقانق والبصل والفلفل فوق قطع الخبز ومنصب فوقهم خليط البيض والجبنة. وعلى الفرن. هلأ منقدم الحبات في الصحن ومنزينها بالبراعم مع رشة من البابريكا، أو ممكن نقدم معها صحن خضار طازة أو أي نوع سلطة بيلبق جنبها. أمنيت صحة وهنا. نعمل هلأ طاجن بالبطاطا، لكن الحلوة. طاجن البطاطا الحلوة مع اللحم. المكونات: جبنة شيدر مبشورة، لانشون لحم العجل، بطاطا حلوة، طحين، بصل أبيض، حليب، بصل أخضر، بيض، ملح، بابريكا، فلفل أسود، صلصة حارة وزبدة. يلا نبدأ. رح نبلش ببشر جبنة الشيدر بشرة ناعمة.
منقطع البطاطا الحلوة، طبعاً منكون مقشرينها وغسلينها. بدنا نقطعها مكعبات صغيرة. منفرم البصل الأبيض فرم ناعمة. ومنقطع البصل الأخضر قطع صغيرة. منقطع اللانشون قطع صغيرة. وفينا نستخدم أي نوع تاني من اللحوم الباردة أو حتى اللحوم الطازجة والدجاج. منكسر البيض في وعاء عميق. ومنضيف عليه رشة ملح. ومنخفقه بالخفاء الكهربائي. منضيف الجبنة للبيض المخفوق. ومنضيف عليهم الطحين. ومنحرك بلطف. بنصب الحليب على المزيج ومنحركهم سوا. وكالعادة بدنا ندق الملح والبهارات بالهاون لحتى ينعموا وتتمازج النكهات. تمام. منضيف الملح للمي ومنسلق البطاطا الحلوة. بنحط الزبدة في مقلاي وبس تدوب مننزل عليها البصل ومنقلب. منضيف اللانشون والبصل الأخضر ومنقلبهم. هلأ منضيف البطاطا الحلوة اللي سلقناها، رشة من الملح والبهارات وشوية من الصلصة الحارة ومنقلبهم سوا. مننزل خليط البطاطا الحلوة وبقية المكونات فوق خليط الطحين والبيض ومنحركهم مع بعض. مندهن قالب خبز بالزبدة من كل الجوانب. ومنصب الخليط في القالب ومنخبزه. منزين طبقنا بالطريقة اللي منحبها. هذا الطبق من الأطباق اللي ممكن نجهزها بأي وقت، وممكن نتركه بالتلاجة ونخبزه لما بدنا ناكله، وهيك بيكون مناسب للسحور في رمضان. وصحة ومية هنا على قلوبكم.